شركه الاسمنت بتاعت حضرتك خسرت حوالي اكتر من 25% من اسهمها في البورصه يا هارون بيه. انت بتقول ايه؟ للاسف في ناس دخلوا على السهم وقعدوا يبيعوا ويشتروا فيه ويطلعوا عليه اشاعات لحد ما السهم نزل الارض، وهم اشتروا منه كميه كبيره بسعر قليل. وانتوا كيف تبيعوا السهم بالسعر ده؟ كنا محتاجين سيوله نمشي حال المجموعه في غيابك يا هارون بيه، ده غير ديون البنوك اللي كانت على المجموعه والا كان يتحجز عليها. ومين اللي لعب اللعبه دي؟ صفيناز هانم والشناوي. صفيناز والشناوي يعني تخرب بيتي يا دي النهار اللي ما طلعتلوش الشمس. عملتيها فيا يا صافي. البركه في حضرتك تعوض اللي راح. اعوض ايه ولا ايه؟ حضرتك لسه عندك مر مر دلوقتي بوشي مر. حاضر عن اذنك. تخرب بيتك يا هارون، تخرب بيتك. مالك يا هارون؟ الكلاب نهشوني وسرقوا فلوسي وانا في السجن. هم مين دول؟ اه يا ناري اه يا ناري. الو ايوه يا متر، لسه هم لقيوش المره اللي زورت الشيكات وسرقت فلوسي؟ لسه؟ ماشي مع السلامه. ماشي يا صفيناز. يا نهنتي يمين بالله يا نهنتي. مش تفهمني مين اللي سرقك تاني غير المرة الزفتة اللي اسمها صفيناز دي؟ يا هارون ده شجع عمرك، وان كان الشناوي ده مسافر بره مصر زي انت ما بتقول يبقى لازم تاخد حقك من طليقتك. اوعى تسيبها تتهنى بيه. انا هقتلها بيدي دول، يا ترجع اللي خدته مني ليبقى اخر يوم في عمرها. مبروك يا جدي، مبروك البراءه. فراش كيفك يا فراش؟ على عدم على عدم من ساعه ما جدي سابني. ايه جابك النهاد؟ شفتك في التلفزيون ليلة امبارح، عرفت انك خدت البراءة، قلت اجي ابارك لك. انا مش قلت لك ما تجيش هنا يا بهيم انت؟ غصب عنها جدي. تعبت من قعدة الجبل، انا هربان كف الكلب. قلت اجي ابارك لك واقعد معاك هنا بعد البراءة. تقعد هنا كيف؟ ما انت خابر اللي فيها. ما حدش يقدر يقرب للسرايا طول ما جدي فيها. تعبت يا جدي، عاوز ابقى العيال ونقعد معاك هنا في السرايا. عاوز تتجوز يا فراج؟ اي عايز اتجوز، انا كبرت، عاوز ابقى العيال وعندي العروسه الزينه اللي يا ريت جدي وافق عليها ونعيش هنا في حضنه معاه في حمايته. بعدين بعدين الكلام ده. قل لي تدخلت هنا كيف؟ باب السرايا مقفول. نطيت من على السور. كيف تنط من على السور يا بهيم؟ سبتيني الغريب انت. طولني يا جدي. اسمع يا عاد، اللي هقول لك عليه دي تحطه حلقه في ودنك. ما بقاش في وقت. نصر دي الوقت في المستشفى. خلص عليه من غير ما حد يشوفك. وما عاوزش اشوف خلقتك هنا تاني الا ما تجيب لي الخبر الزين ده. فاهم؟ فاهم يا بهيم؟ خير يا حبيبي، انا جبت الادويه المطلوبه. ايه كويس. دكتور طمنينا يا دكتور. خير؟ اطمنوا يا جماعه، الحاجه بقت احسن، الضغط والسكر ظبطوا من امبارح. طب الحمد لله، ازمه وعدت. بس يا ريت يا جماعه ما حدش يفتح قدامها اي سيره عن الموضوع اللي سبب لها الازمه الصحيه دي. طبعا يا دكتور،
سامعة رشيدة؟ عن إذنكم. اتفضلي. شكرينا دكتور. أنا بقول لك إيه، تعالى نقعد في الكافيتيريا علشان ما نعملش إزعاج. يلا. ماشي. عرفت إن نصرة بقت زينة ونقلوها أوضة عادية. كيف القطط؟ سبعة أرواح. إن شاء الله فراج يجيب خبرها. فراج؟ وهو فين فراج؟ كان عندي هنا في العصرية. جالك؟ إيه، مالك اترجفتك دي؟ لا، بس خايف حد يوعاله، وأنت عارف اللي فيها أبوي. اطمن يا حمدان، ما حدش شافه لا ساعة ما جه ولا ساعة ما مشي. وهو كان عاوز إيه؟ عاوز يتجوز ويقعد في سراية أبوه، كنا ناقصين مصايب. وليه لا؟ ليه لا يا أبوي؟ أنت بتقول يا حمدان؟ ده مهما كان، قلنا أخويا فراج، وهو اللي باقي من سلسلة الصفوانية هو ورامي، ورامي لسه عيل صغير، وإحنا ما هنغلبوش نجوزوه، ونشوفوا له مكان يتوى فيه، وهو يجيب لنا زربة عيال. أنا شرطت عليه يا ولدي، ما يعتبش السرايا هنا إلا ما يجيب له خبر نصرة دي. لا، خبر نصرة ده سيبه علي أنا، أنا أجيب لك خبرها بس على نار هادية. مهم إن لو عاود تاني ما تسيبهوش يمشي. يا بوي، ده مهما كان من ريحة الحبايب، إنما هو يعني ما سابش عنوان ولا رقم موبايل؟ لا ما سابش. قوم ارتاح يا هارون. أيوه. عشان هتسافر مصر الصبح تقابل صفوات بيه. إيه عندك حق، أنا محتاج ارتاح. تصبح على خير يا ولدي. انت من اهل الخير يا ابوي. ماشي ماشي يا فراج، حظك زين يعني ما تعودش هنا في السرايا. لو انا ما قعدتش معلش هتروح مني فين؟ الو اغا محروس، اخبارك ايه؟ اسمع، في حاجه عايزك تقولها بكره لكل شباب الصفوانيه ضروري. اول مره احسه اتاكد ان جد قلبه مش علي وما ريت ليش الخير. عاوز دور في داهية. انا ما فهماش حاجه من كلامك. جدي كان رايد، أقتل واحدة بينه وبناتها طار. يا مري لا، اوعك تعملها، حرام عليك. خايفة عليها ولا خايفة علي؟ احلف لي انك ما هتأذيش الست دي. احلف لك يا زينب.